فيها الناس، ما هو الاستعمال الصحيح لها؟ مثلا نسمع أحيانا وخاصة في نشرات الأخبار من يقول الأعضاء الرئيسة والأعضاء الرئيسية، فأيهما يجب أن نستعمل وأيهما أصح؟ هذه المسألة بحثتها لجنة الأصول التابعة لمجمع اللغة العربية. رفض بعضهم استعمال رئيسية لأن إضافة الياء المشددة إلى الصفة ليست من استعمال العربية. أما من أجازها منهم فذلك لأن ياء النسبة في رأيه في رئيسية من باب نسبة الشيء إلى نفسه، ولذلك يجوز أن نقول الأعضاء الرئيسة والأعضاء الرئيسية، كلاهما صحيح. هذا صحفي أم هذا صحفي؟ أيهما أصح؟ علماء البصرة خطأوا النسبة إلى الجمع، والصواب عند البصريين النسبة إلى المفرد، فيجب أن نقول هذا صحفي نسبة إلى صحيفة. ولكن علماء الكوفة أجازوا النسبة إلى الجمع، فيجوز أن نقول صحفي وصحفي، كما يمكن أن نقول دولي نسبة إلى دولة ودولي نسبة إلى دول، كلاهما صحيح. أيهما أصح، أن نقول نحن الموقعين أدناه أم نحن الموقعون أدناه؟ صحيح أن نقول نحن الموقعين أدناه على اعتبار أن الموقعين منصوب لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني بقولي. وكذلك صحيح أن نقول الموقعون أدناه على اعتبار أنها بدل من نحن، والمبتدأ مرفوع، ولهذا تكون الموقعون مرفوعة. نحن الموقعين ونحن الموقعون كلاهما صحيحة ويجوز استعمالها. قدمنا لكم أعزائي المشاهدين إضاءات، لنا لقاء في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.